أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء السوء عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا بكرة وأصيلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما فسنؤتيه أجرا عظيما فسيؤتيه أجرا عظيما فسيؤتيه أجرا عظيما فسنؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فاستغفر لنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا فاستغفر لنا شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ضرا أو أراد بكم نفعا من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا
والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون
يقاتلونهم أو يسلمون ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا فإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما
فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما صراطا مستقيما مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية ولتكون آية ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا على كل شيء قديرا على كل شيء قديرا على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم من بعد أن أغفركم عليهم كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا بصيرا وكان الله بما يعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله أن يبلغ محله والهدي معكوفا أن يبلغ محله والهدي معكوفا أن يبلغ محله وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم أن تطؤوهم
أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء من يشاء من يشاء من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما عذابا أليما عذابا أليما كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون إن
إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تريهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة في التوراة في التوراة ذلك مثلهم في التوراة في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ليغيظ بهم الكفار فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار كزرع
أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوي على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما مغفرة وأجرا عظيما مغفرة وأجرا عظيما منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيماً.